لو الحكاية فيها إن فيتو أنا تفوش ليه تدريب كل الأطباء في نقص فاحش في تخصصات كثيرة خاصة طب الأسرة طب الطوارئ أمراض الجلدية الأشعة التخدير نقص فاحش ورغم عن هذا مفيش فرص كافية لتدريب الناس يعني بمعنى تسجيلهم يا اما الماجستير والدكتوراه يا اما في الزمالك ناس بتتعين نايب تخصص معين يكون مثلا جراحة أعصاب وبعدين يقعد كل مدة نيابة بيحاول ان هو يسجل هذا التخصص وتنتهي مدة نيابة وهو عمال ينتقل من كلية لكلية يتقدم ورا هنا يرفض يتقدم ورا هنا يرفض يتقدم ورا هنا يرفض تحس ان ينتهي مدة نيابته ولسه ما ابتداش تدريبه وده وضع يعني في منتهى الغرابة ومنتهى ليه اثار مدمره مش بس على نفسيه الطبيب وقدراته على المرضى اللي هو بيعالجه المفروض ان هو يعالجهم لازم الدوله كلها تسخر امكانياتها لهذا